حالة من السجال اندلعت بين مالكي شركتي ميتا وإكس مؤخراً بشأن موعد النزال المرتقب بينهما. القصة تعود إلى تغريدة نشرها إيلون ماسك مالك شركة إكس في يونيو الماضي، دعا فيها مالك شركة ميتا مارك زوكربيرغ إلى نزال داخل قفص، متحديه بنشر تغريدات متلاحقة بأن المنافسة معه في فنون القتال لن تكون بالأمر الصعب عليه. وعلى الفور جاء رد مؤسس ميتا بالموافقة على هذه الدعوة عبر نشر ستوري على منصة إنستغرام، مطالباً ماسك بتحديد موقع المباراة. اعتاد الرجلان المالكان لكبرى شركات التكنولوجيا في العالم إثارة الجدل والإشارة دائماً إلى المنافسة الشرسة بينهما، وسرعان ما احتدم الموقف بين زوكربيرغ وماسك عقب إطلاق الأول منصة ثريدز في يوليو الماضي، لا سيما وأن المنصة تضمنت ميزات تشبه ميزات منصة إكس، ما دفع ماسك لتهديد بمقاضاة فيسبوك بسبب اختلاس غير قانوني لأسرار شركته التجارية. الحرب الكلامية بينهما عادت من جديد عقب مهاجمة زوكربيرغ لماسك بعدم الجدية في خوض النزال معه في القفص. وفي المقابل أكد إيلون ماسك استعداده لهذه المعركة. هذه الخصومة المحتدمة بين مالكي ميتا وإكس تثير الكثير من التساؤلات حول التداعيات على سوق التكنولوجيا عالمياً.